الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي المنتخب. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريج الجامعات المصرية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا. أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، خاصة مع تجربتها التنموية الرائدة وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، معربا سيادته عن التطلع للعمل المشترك مع رئيس المنتخب دا سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الحدث العالمي الضخم الذي تستضيفه مصر حاليا والمتمثل في الدورة 27 لمؤتمر المناخ، مؤكدا أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي. وقال مدبولي أن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم. وتطرق رئيس الوزراء إلى النجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، والتي تمثلت في توقيع الكثير من المذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، مؤكدا أن مصر ستبدأ على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية باعتبارها دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية. شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان والمنظمة الدولية للهجرة بمصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية والنفسية. أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا ماجستير دكتوراه للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريج الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وذلك اعتبارا من اليوم حتى 15 ديسمبر المقبل. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادي في مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.